نروح لشبكة سي إن إن اللي اتكلمت أيضا عن موضوع بيع الشركات الحكومية والخبر ده الحقيقة يا جماعة في حاجة غريبة شوية فاكر أنت من عشر أيام لما الحكومة قالت لنا إن إحنا بعنا خلاص الأصول بواحد وتسعة من عشرة مليار منهم واحد وستة من عشرة بالدولار والباقي بالجنيه المصري فاكر أنت الخبر ده اتكلمنا عنه بالتفصيل ومصطفى مدبولي قال الحمد لله وجمعنا ال2 مليار ولا ال1.9 مليار وامورنا جميله جدا وبعنا الاصول اللي احنا عايزينها صح كده تعالى كده نشوف سين ان بتقول تفاصيل غريبة شوية يعني بتنافي مش عارف بتنافي ولا لا تعالوا نقرا الخبر كده ونشوف مصطفى مدبولي كان بيقول لنا الحقيقة ولا لا شوف يا سيدي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الشهر الحالي أن الحكومة المصرية تمكنت من ابرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات بقيمه 1.9 مليار لكن التقارير اللاحقه ودي النقطه الغريبه جدا هنا بقى. التقارير اللاحقه بتقول ان مصر لم تحصل على تلك الاموال نتيجه عدم التوصل الى اتفاقيات نهائيه. طب هكمل وبعدين اعلق. مسؤول حكومي بارز قال إن الحكومة بتخطط للتوصل لاتفاقيات نهائية بشأن الشركات التي أعلنت أو أعلنت عن إبرام صفقات لبيع حصص بها خلال شهر أغسطس المقبل، حيث بدأ المشترون في إجراء التقييم الخاص بالشركات المقدم العروض لها. أرجع بقى للسطر اللي هو إيه؟ التقارير اللاحقة قالت أن مصر لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل لاتفاقيات نهائية. أمال يا دكتور مصطفى أنتوا طلعتوا وقلتوا ليه إن أنتوا بعتوا ب 1.9 مليار؟ هي الحكومة بتكذب ليه يا جماعة؟ ليه؟ يعني أنتوا طلعتوا بشرتوا العالم وصندوق النقد والاقتصاد المصري والمستثمرين والشعب المصري أنه الحمد لله جزء من مشكلتنا اتحل. إزاي يا سيادة رئيس الحكومة إحنا بعنا أصول بواحد وتسعة مليار؟ طب حلو قوي. ليه سي ان ان الاقتصاديه تطلع تقول ان الحكومه المصريه لم تحصل على تلك الاموال نتيجه لعدم التوصل الى اتفاقات نهائيه، يعني انتوا خدتوا الفلوس ولا ما خدتوهاش؟ يعني انتوا اتفقتوا بالكلام ولا الناس جم كيشوكوا ودفعوا فلوس؟ واضح كده ان ما فيش حاجه اتدفعت. واضح كده ان انتوا لسه حتى الاتنين مليار اللي قلتوا جبتوهم ما جبتوهمش، واضح جدا انه المشترون بداوا في اجراءات التقييم الخاص بالشركات المقدم عروض لها فواضح ان لسه ما حدش دفع حاجه. فبما ان اذا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومه بيكذب يعني عبد الفتاح السيسي بيكذب يعني النظام بيكذب يعني بيقولوا لنا ان احنا بعنا اصوله وهم ما باعوش يعني بيقولك لك ان انا حصلت واحد وتسعة من عشرة مليار وهو لسه ما خدش ولا مليم طب يا جماعة الخير ما هو احنا في 2023 وانا قلت لكم الكلام ده كتير جدا احنا دلوقتي في قرية صغيرة سي ان ان لها مراسل اقتصادي مختص في مصر وفي الشرق الاوسط يتابع ويعرف ويرصد ثم يكتب ولما بيكتب احنا بناخد الخبر وبنناقشه وبنقول يا جماعه الخير سي ان ان بتقول كذا فكرة انك تطلع تكذب وتطلع تبيع الوهم للناس وتطلع تعمل خطاب داخلي عشان تهدي الناس جوه وتقول لهم لا انا شاطر جدا انا ببيع الاصول بمليار وتسعه من عشره انت بعدها بايام قليله جدا موقع له مصداقيه كبيره عالميا وهو سي ان ان قال لك انت كذاب قال لك لا انت ما خدتش فلوس اصلا طب طب ايه الداعي؟ ما هو اصل انت الكذب بتاعك ده هيبان هيكشف في خلال ساعات او في خلال ايام يعني زي ما قلت لك بربع جنيه بحث الناس هتعرف الحقيقه في اي حاجه انت بتقولها فانت مصمم انك تمشي بنفس الطريقه طريقه الكذب والتضليل والتدليس على الناس على اساس ان لسه في حد في الشعب المصري بيصدقك لا الخليج مصدقك ولا المؤسسات المالية الدولية مصدقاك ولا حلفائك الإقليميين مصدقينك ولا الأمريكان مصدقينك ولا الشعب المصري مصدقك طب انت مصمم تكذب ليه؟ فالعنوان العريض هنا ان مصطفى مدبولي والنظام المصري برئاسه السيسي قد كذبوا على الشعب المصري منذ ايام عندما قالوا انهم حصلوا مليار وتسعمائة مليون دولار نتيجه بيع اصول الدوله. وهم لسه ما حصلوش ولا مليم وفقا لسي ان